أمر ترتيبي رقم 13 لسنة 13 جوان 2022 اتخذته هيئة الانتخابات، معش نجم أقول هيئة المستقلة للانتخابات، هيئة الانتخابات، وهو قرار مثير يقضي بضرورة إيداع وبضرورة التصريح بمقاطعة مقاطعية الاستفتاء لدى الهيئة، وإلا سيتحملون مسؤوليتهم الجزائية. يعني تقديرك، هل بدأنا نشهد استبدادا من نوع آخر عن طريق هيئة تابعة لقيس سعيد؟ هو معناها الحجة اللي ظهرت لبيان أنه الهيئة أصبحت هيئة انتخابات تابعة لقيس سعيد، هو عدة مؤشرات، لكن المؤشر هذا هو أكثر مؤشر. القرار الترتيبي فيه لبس مش واضح يحكي على نعم أم لا، لكن تصريحات الأعضاء ونائب رئيس الهيئة الانتخابات تؤكد، وهذا نائب رئيس سماهر الجديدي هو وقع اختياره كقاضي إداري، لكن هو في الحقيقة صحيح قاضي إداري، لكن الفترة منذ الثورة وبعدها هو كان ملحق بديوان وزارة العدل، وأكثر فترة خدمها مع محمد صالح بن عيسى اللي من منظري الانقلاب ومن منظري دستور قيس سعيد، وبالتالي خيط الربط واضح. شي يقول ولو هو اليوم كذب، لكن واضح كذب، لأنه رد الفعل كان عنيفا من المجتمع المدني ومن مختلف الأطراف. تصريحه الأول يقول أنه المشاركة في الاستفتاء بنعم أو بلا، بعد التصريح باش تقوم بحملتك وكذا، وكل دعوة للمقاطعة راهي خاضعة للتتبع الجزائي على معنى الأحكام العامة متاع القانون الجزائي، وهذا خطير جدا وينم حتى عن جهل بالقانون، لأنه القانون الانتخابي هو الذي يزجر المخالفات. القانون الجزائي العام القواعد تقول لا عقوبة بدون نص، ما ثمش نص يجرم المقاطعة في الانتخابات. اللهم باش تعمل كيما عملت كيما عملوا لك ليك انت ولا غيره، باش يجيب فصل لا ينطبق، باش يقول اللي يدعو للمقاطعه راه يحب يغير هيئه الدوله، وارد هذايا معناها في الفتره هذه كل شيء وارد، لكن ما ثم حتى نص قانوني في مجله الجزائيه يعاقب الدعوة للمقاطعة. كذلك ينجم قيس سعيد يصدر مرسوم الليلة ولا في الليل يكتب مرسوم للمعاقبة، لكن هذا يدل على أنه قيس سعيد خايف من الاستفتاء وخايف من دعوات المقاطعة، لأنه هو الهدف متاعه هو نسبة المشاركة، لأنه الامتحان متاعه نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء. هذاك علاش اليوم خرج الأعضاء متاع الهيئة العليا يدعونا لهذا التمشي، وهما ثم خلاف داخلي ثم شق في الهيئة يدعو لتجريم المنادات بالمقاطعة، واعتقد أنه هذا يزاد أكد التمشي متاع قيس سعيد لتوظيف وتوجيه الاستفتاء نحو الضغط على الناخبين للمشاركة والمعارضين على الامتناع على القيام بالمطالبة بالمقاطعة لضمان حد أدنى، لأنه بالنسبة ليه مصيره مرتبط بهذا الاستفتاء.